فكيف بدأ الصفري ثروته وغرامه بالثروة والزواج بالسلطة للا أخنوش؟ بتعبير أدق، كيفاش تزوج مول الحكومة والمازوط والغاز عزيز أخنوش بمول الغسول والسيمة والعقار أنس الصفريوي؟ ومع التقرب ديالو من السلطة الحاكمة والتبحليس لصناع القرار، في سنة 2005 غيتمكن الصفريوي من الحصول على صفقة بمليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 10 مليار سنتيم مغربية، لبناء وحدات. وتخيلوا تخيلوا إخواني أخواتي شحال تمن الخيالي باش غيعاود يبني هاد القصر، خصوصا وأن الشعب المغربي كيتخبط وكيعاني من الفقر والبطالة والهشاشة والجوع بالنسبة للفقراء. إلا بغينا نفهموه أكثر نشوفوا غير الفضائح ديال عدد كبير من قيادات الحزب الحاكم بين قوسين، لأنه حسب رأيي أن أخنوش لا يحكم بالمعنى الحقيقي للحكم، وهذا موضوع آخر. واش الحكومة هي اللي كتحكم أو المؤسسة الملكية أو أطراف أخرى أو الكل معا يحكمون؟ مرحبا بمتتبعي موقع ريحانة بريس، نلتقي مرة أخرى في هذه الحلقة ضمن سلسلة زواج المال بالسلطة. نتحدث في هذه الحلقة عن زواج الصفريوي بابنة أخنوش، هل هي مصاهرة حقيقية أم زواج المال والسلطة؟ قديما قالوا أن المال خادم جيد يضمن لصاحبه امتلاك كل ما يريده، خاصة إذا كان الابن اللي ورث هذا المال هو مالك الصفريوي ولد أنس الصفريوي اللي تولد والقف مو ملعقة ديال الذهب. في سنة 2014 تم تنصيب مالك الصفريوي ولد أنس الصفريوي الملياردير المعروف بملياردير العقارات بالمغرب، تنصب كرئيس تنفيذي لمجموعة الضحى ونائب لرئيس مجلس إدارة إسمنت الأطلس في سن 23 سنة، وكان يالله عاد تخرج من كلية إدارة الأعمال. ولما بلغ في عمره 33 عام اشترى قصر بمدينة ميامي في أمريكا بمبلغ يصل ل 15 مليار سنتيم بالتمام والكمال. ولا كان مقام المشاهدة والمراقبة عند السادة الصوفية هو أعلى مراتب الكمال عند أولياء الله الصالحين، فإن المال هو أعلى مراتب الحقيقة المطلقة عند أولياء الثراء والمال والسلطان. فكيف بدأ الصفريوي ثروته وغرامه بالثروة والزواج بالسلطة للا أخنوش؟ بتعبير أدق، كيفاش تزوج مول الحكومة والمازوط والغاز عزيز أخنوش بمول الغسول والسيمة والعقار أنس الصفريوي؟ مالك الصفريوي ولد أنس الصفريوي ما ضربش تمارة وتكرفص بحاله بحال عباد الله باش وصل لهاد الثروة، فدائما كان كيراهن على فلوس باه اللي نهب، ومشى على خطى باه مجال الإنعاش العقاري حتى تجاوزات الثروة ديالو حاجز المليار دولار، واصبح كواحد من أقوى أثرياء المغرب في الرتبة الثالثة، بل زادت هذه الثروة بالمصاهرة في شهر أبريل من هذا العام 2024 بينه وبين ثري آخر عزيز أخنوش اللي الثروة دياله أكثر من 2 مليار دولار، وأصبح في الرتبة الأولى في المغرب بعد ما تزوج ولد الصفريوي مالك بكلزة بنت أخنوش أصغر بنات رئيس الحكومة واللي كتبلغ 27 عام. كنزة هي العمود الفقري في مجال التسويق في مجموعة أكوا، وهي اللي مالكة تطبيق هاني، التطبيق المغربي المخصص للخدمات المنزلية اللي كيدر عليها وكيدخل لها آلاف الملايين. صحيح أن الأثرياء لا يحرثون المال ليراكموا الثروة، لكن باش غيكون أنس الصفريوي الثروة ديالو غيسلك طرق متعددة، ومن هذه الطرق مجال الريع الاقتصادي. كيفاش غيجمع الثروة الضخمة؟ في 16 ماي 1957 من القرن الماضي غيتزاد أنس الصفريوي بمدينة فاس، غيقرا حتى الثانوي وما غيكملش قريته، لكن غيلتحق بمشروع باه في تجارة الغسول. وما أدراك ما الغسول؟ سنتحدث عن هذه الثروة المغربية الأصيلة بتفصيل أكثر. في سن 33 سنة غيتجه أنس الصفريوي نحو عالم العقار، وبالضبط في سنة 1988 وبعد إطلاق الدولة البرنامج 200,000 سكن اقتصادي، غيحظى بقدرة قادر على عقود مهمة من طرف الدولة العميقة من أجل بناء آلاف الوحدات السكنية منخفضة التكلفة أو ما عرف لاحقا بالسكن الاقتصادي والمدعومة من طرف الدولة العميقة كما قلنا. وغيبني في عام 1995 أكثر من 2000 سكن اقتصادي، واللي غيكون هو البداية لمراكمة الثروة. هذه الامتيازات العمومية
من طرف الدولة العميقة هي الحصان الرابح اللي غيراهن عليه الصفريوي باش يوسع الأعمال دياله في مجالات أخرى في مواد البناء والسيمة والسياحة داخل المغرب وخارج المغرب بالأخص في أفريقيا. ومع التقرب دياله من السلطة الحاكمة والتبحليس لصناع القرار في البلاد غيسهل عليه اختراق الدائرة المغلقة لأفريقيا المغرب من أجل إنشاء مشاريع ضخمة تعد بالملايير. في سنة 2005 غيتمكن الصفريوي من الحصول على صفقة بمليار دولار أمريكي أي ما يعادل 10 مليار سنتيم مغربية لبناء وحدات سكنية عامة كمجموعة الضحى، وغتصبح هذه المجموعة هي مؤشر للتنمية العقارية في المغرب وفي مجموعة من الدول اللي كتعاني من قلة السكن غير اللائق. ما غنتكلموش على الغش في البناء ديال هذا السكن الاقتصادي، ما غنتكلموش على المشاكل والدعاوى اللي في القضاء ورافعين واحد المجموعة المغاربة بسبب هذا السكن، ربما بحال اخرى لاننا لحنا لسنا بصدد هذه المسألة. ما غيوقفش الصفريوي في طريقه الثروة عند هذا الحد اللي هو الانعاش العقاري او بناء السكن الاقتصادي، بل مشى في مشاريع اخرى من اجل الهيمنه في محيط المال والاعمال، خاصه بعد انشاء الجوج ديال المصانع ديال السيما او كما كيسميوها المغاربه بعد المغاربه البوصلانه بساعه 1.6 مليون طن في مدينه سطات بني ملال. من بعد غتجي شركه اسمنت الاطلس، ومن بعد مجموعه من مصانع الاسمنت بساعه 500,000 طن كل من الكاميرون والغابون وغينيا وساحل العاج. هذه المصانع ديال انس الصفريوي غتساعدوا باش يحيد من طريقه واحد المجموعه كبيره ديال المنافسين الكبار، وبدايه عقد تسويات واقتسام غنائم واعاده التوزيع والانتشار والوصول لتفاهمات سريه فرفع قيمه الاسهم ديال مجموعه الدوحه. رغم المشاكل اللي طرات لها فاش حاول الصفريوي التمرد على الدائره اللي فتحت له الابواب ورتبات له كل شيء في الظل من اجل صعود نجم الامبراطوريه الصفريويه ديالو، لكن هاد الدوائر غضبات منه من جرأ على توظيف اسم المؤسسة الملكية في مشاريع الخاصة. حكاية أنس الصفريوي مع السلطة ليست وليدة اليوم، بل بدأت مع وزير الداخلية الأسبق الراحل دريس البصري، واليوم وصلت للمصاهرة مع عزيز أخنوش. وهذا يؤكد أن السر في نجاح أعمال ومشاريع آل الصفريوي هو زواجه المالي والسلطة والعلاقات وزواج المصلحة اللي كتكبر في الظل، واللي جعلت نائب رئيس شركة الضحى يتزوج بنائبة رئيس شركة أكوا. واحد الجريدة سميتها ميامي هيرالد هي الجريدة اللي فجرات في جوج من يناير من هذا العام 2024 خبر شراء قصر فاخر بمنتجع ميامي من طرف ولد أنس الصفريوي من عند مصمم المجوهرات العالمي بول موريلي، واحد الجزيرة واللي مساحته 2000 متر مربع فيه جوج طوابق. وقالت أنه بهذه العملية ديال الشراء ديال هذا القصر ينضم إلى نادي أثرياء العالم. هذا هو الصفريوي. الطامة الكبرى هو أنها قالت الجريدة من المتوقع أن الملك الجديد غيقوم بهدم القصر وإعادة البناء دياله. قال لك باش يلائم عمرانيا الصيغ الهندسية الأكثر حداثة. وتخيلوا إخواني أخواتي شحال ثمن الخيالي باش غيعاود يبني هذا القصر. المثير في شراء ولد أنس الصفريوي المستثمر العقاري الكبير ورئيس مجموعة الضحى ونسيب رئيس الحكومة من المازوط والبوطة اللي زاد فيها على المغاربة عزيز أغنوش، ليس الثمن الخيالي اللي شرى به القصر بأمريكا بمبلغ يفوق 15 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 15 مليار سنتيم مغربية، وماشي حتى خطاب الحكومة الكاذبة زورا وبهتانا حول إقامة الدولة الاجتماعية المزعومة، بل المثير والأخطر هو الجرأة ديالو على خرق مضامين الخطابات الملكية اللي دائما نبهات على ضرورة ترشيد السلوك الاجتماعي وتوجيه الثروة فيما يفيد بناء الدولة والمجتمع، كيف ما جاء في خطاب الملك في الذكرى 15 لاعتلائه العرش، فاش أكد بأن المغاربة لا يستفيدون جميعهم من الثروة المحصلة في البلاد، حين تساءل أين الثروة؟ أنتم تتذكرون هذه الخطبة. اليوم نتساءل ويتساءل المغاربة كيفاش تهربت الأموال باش شرى هذا القصر من بلد الفقراء إلى أغنى دولة في العالم؟ واش كان هذا التهريب أو لنقل التحويل المالي بالإجراءات الإدارية المعمول بها في نقل العملية الصعبة للخارج؟ لا أظن ذلك. المعني بالأمر والشبكات دياله المؤسسية والأسرية ضربات الطم على هذا الموضوع، لأن سكوت الصفريوي الإبن والصفريوي الأب
وحتى سكوت رئيس الحكومة النسيب ديالهم جعل الكل متورطون في شبهة الصمت. والصمت أو السكوت كما يقال علامة الرضا، لكن اللي متورط أكثر في هذه الحريرة هو مكتب الصرف والسلطات الحكومية الوصية على مالية الدولة، خصوصا بأننا إلى عرفنا أن مكتب الصرف فاتح يناير 2022 رفع الحد الأقصى بالنسبة لنقل الأموال المسبوح بها للمسافرين للخارج هو 10 مليون سنتيم في كل عام من أجل السفر للخارج، يا إما للسياحة أو للحج والعمرة أو العلاج، وحدد السقف ديال 100 مليون درهم بالنسبة للاستثمارات في إفريقيا و50 مليون درهم بالنسبة للقارات الأخرى. وضع تسهيلات لفائدة تطوير المقاولات الناشئة الوطنية المدرجة من قبل وكالة التنمية الرقمية في هذا الأمر هذا. لكن ما هضرش على شراء القصور والفيلات الفاخرة وغيرها من الاحتياجات الخاصة التي لا مبرر لها سوى إرضاء النفس الأمارة للسوء وضرب الاقتصاد المغربي، خصوصا وأن الشعب المغربي كيتخبط وكيعاني من الفقر والبطالة والهشاشة والجوع بالنسبة للفقراء، لأن كاين واحد فئة لا تعاني من الفقر، الفئة المحظوظة في هذا البلد. في غياب الإجابة عن مثل هذه الأسئلة غيكون من حق الشعب المغربي المقهور أن يتساءل عما يحدث في مغرب اليوم، مغرب الفقراء، مغرب الغلاء في الأسعار، مغرب التضخم، المغرب اللي كيقترب من السكتة القلبية. واش هي إرادة حكومة عزيز أخنوش اللي هشة وعاجزة عن تطبيق منظومة الفساد واللي صراحة هي جزء من هذه المنظومة وأحد الأركان الصحيحة دياله، بل هي الغطاء ديال الفساد والمفسدين في المغرب؟ عزيز أخنوش هو الوجه الحقيقي لهذا الفساد، بالنظر إلى أن الفساد اللي حكومته ظلما وزورا رفعات شعار الدولة الاجتماعية، وهو نفسه المتورط في عملية الاغتناء بعد تحرير سوق المحروقات والاستثمار في أسواق الأكسجين، تحلية المياه والفلاحة والعقار وغيرها، والتناقض وحالة التنافي وتداخل المصالح ديال المال والسياسة والأعمال، بلا ما نتكلموا على رئيس مجلس النواب القيادي في حزب رئيس الحكومة أخنوش اللي كتلاحق شبهة التهرب الضريبي والوعود الكاذبة على الشعب المغربي في العيش الكريم والشعارات والأوهام اللي عاق بها الشعب المغربي. هذا الفساد إلى بغينا نفهمه أكثر نشوفه غير الفضائح ديال عدد كبير من قيادات الحزب الحاكم بين قوسين، لأنه حسب رأيي أن أخنوش لا يحكم بالمعنى الحقيقي للحكم، وهذا موضوع آخر. واش الحكومة هي اللي كتحكم أو المؤسسة الملكية أو أطراف أخرى أو الكل معا يحكمون؟ قلت بأن الفضائح ديال عدد كبير من قيادات الحزب الحاكم وأحزاب أخرى من البرلمانيين تفتحات لهم ملفات الفساد، وصل العدد ديالهم لأكثر من 30 فاسد، وزيد عليهم مستشارين جماعيين وموظفين ومحامين ووسطاء، بعضهم في حالة صراح والبعض الآخر معتقلين بتهم تبذير ونهب المال العام والاختلاس المالي والفساد الإداري واستغلال النفوذ وتسخير العلاقات الرسمية في غير محلها إلى غيرها من المتابعات اللي تتعلق بالسب والقذف والفساد الأخلاقي كما رأينا مؤخرا في حزب الاستقلال. صدق من قال اللي حرته الفلاح يدك الجمل والمال السايب كيعلم السارقة. أخيرا وليس آخرا، فوقاش غتكون الإرادة السياسية الحقيقية من طرف الحكام الحقيقيين للمملكة من أجل محاربة الفساد، من أجل محاربة الريع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي؟ إلى حين الجواب على هذا السؤال ننهي هذه الحلقة مشاهدي ومتابع موقع مرحنا بريس في انتظار حلقة أخرى وموضوع آخر ضمن سلسلة زواج المال والسلطة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.